السلام عليكم. إن كنتم من المتابعين الجدد لقناة أخبار المنتخب المغربي فلا تبخلوا علينا بزر الاشتراك والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم. يبدو أننا وجدنا أخيرا القطعة المفقودة للمنتخب في كأس العالم. إنه عبد الحميد يونس أفضل بدرجات من اليميق وبانون وداري، لكن للأسف ليس له صحافة تضغط من أجله ولا صحافيين يسألون المدرب عنها. يونس عبد الحميد المتألق بمستواه ثابت منذ سنوات عميد فريق ريمس ساهم بشكل كبير في انتصار فريقه اليوم. يونس عبد الحميد في أحد اللحظات تحول لجناح وقام بثلاث مراوغات أقل ما يقال عنها أنها مبهرة، وبعدها قام بعرضية جاء منها هدف لفريقه، كما أنه تفوق في كل المواجهات الهوائية وفاز أيضا في 7 نزالات أرضية من أصل 10 ليساهم في فوز فريقه ريمس على نونت بثلاثية نظيفة من الدوري الفرنسي.